يخوض فريق الزمالك في العاشرة مساء اليوم، وذلك على ملعب برج العرب بالاسكندرية، يخوض مواجهة حاسمة وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ويسعى الزمالك لتحقيق فوز يقربه خطوة كبيرة من التأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة والتي يحتل صدارتها برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة أمام بطل الجزائر وكابس يونايتد الزيمبابوي، ذلك قبل خوضه لقاء صعبا في الجزائر أمام نفس المنافس بعد نحو 3 أسابيع. ويعود اللقاء المرتقب أو يقود اللقاء المرتقب طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الدولي بوشعيب المغايفري.